فلما طمأنته ذهبت به إلى عمها، إلى ابن عمها، إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قرأ في الكتب السابقة وعرف صفات النبي الذي سيبعث. فلما أخبره بما جرى له طمأنه ورقة وقال: هذا هو الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام. ثم تمنى أن يكون شاباً ليناصر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخرجه قومه. قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي. فليتني كنت جذعاً حين يخرجك قومك، فأنصرك نصراً مؤزراً. ثم مات ورقة، مات ورقة بعد أن من الله عليه بالإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم.